إن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية ليس بالابتكار الجديد، كونه تم تبنيه منذ حوالي ربع قرن من قبل العديد من دول العالم، غير أن الميثاق الذي سنوقعه عليه اليوم يعد الأول من نوعه، كونه توافقي يلزم كل من السادة المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن خلال هذه المبادرة فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي من مهامها العمل على تدعيم وترسيخ مبادئ الديمقراطية الدستورية تسعى إلى تكريس الممارسة التوافقية وتجسيدها كوسيلة أساسية لبلوغ ذلك. فانطلاقا من هذا سيدون النص الأصلي للميثاق على سجل مخصص لهذه الغاية والذي ستتوارثه الأجيال الغد بصفته السجل الذهبي للصرح الديمقراطي في الجزائر، حيث سيعرض ليحمل أول توقيع لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي سيتم اختياره بكل حرية من قبل الشعب الجزائري بمناسبة اقتراع يوم 12 ديسمبر 2019.